إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. ثلاث نصائح مهمة يجب أن تعرفها لتجنب فائض الحليب أثناء غليان الحليب. كم هو جميل أن تتعلم عن بائع الحليب من محل بقالة قرية أو بلدة للعثور عليه من خلال المرور في مسارات غير مألوفة مع الإثارة. مع الشوق إلى اللبن منزل الصنع ومع هذا الحلم، تصبح الخطوات أكثر تكراراً. قبل البدء في عملية الغلي، يتم ترشيح الحليب بمساعدة القماش القطني. يشطف الوعاء الفولاذي بالماء مرة واحدة حتى لا يلتصق الحليب بالقاع. ما أجمل الاستماع إلى هؤلاء من كبار السن من العائلة. إنه مثل إرث ترك للجيل القادم. الحليب يفعل أشياء كثيرة. في الواقع يعني في نصه الفرعي. إنه مثل غليان الحليب وتنظيف الحليب الفائض. لا يساعدك الحليب المبستر طويل الأمد على تلبية مصطلح الزبادي القروي أو الزبادي محلي الصنع. من الواضح أن الرغبة في الحصول على الحليب من بائع الحليب المعروف في تزايد. في الواقع، حتى لو لم يكن حرفيا، يساعدنا الحليب المغلي على قول نداعا للكائنات الحية الدقيقة المعروفة. على وجه الخصوص، يمكن أن تلوث الكائنات الحية الدقيقة التي تستضيفها البقرة الحليب أثناء الحلب، وهناك تلامس مع بعض مسببات الأمراض. الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أثناء تخزين الحليب أو تعبئته. أسهل طريقة هي الغلي بالطريقة القديمة في المنزل. على الأقل يمنعك من استخدام الحليب المسمى بالحليب الخام بين الناس والاضطرار إلى محاربة بعض مسببات الأمراض. ما نخبرك به هو أنك ما زلت لا تشتري الحليب من أماكن لا تعرفها. بعد الوصول إلى مصدر موثوق، اقترب خطوة واحدة من صنع الزبادي بهذه الحيل الثلاث الصغيرة لغلي الحليب دون فائض. لكنك ما زلت تترك الحليب على الموقد ولا تنساه. حتى لو لم تفيد، فقد تتعرض للإهانة. 1- وضع ملعقة خشبية في الإناء. تعرف بأنها الطريقة الأكثر استخداما والأكثر أمانا، ويمكن استخدامها ليس فقط للحليب ولكن أيضا لأي مادة معرضة لخطر الفيضان عند الغليان. المعكرونة والعدس مسلوق الخوخ. يبدأ الفائض بالفقاعات الكبيرة التي تبدأ في منتصف القدر. عندما تضع ملعقة خشبية، ستمنع هذه الفقاعات الكبيرة وتمنع فائض الحليب. حسناً، لبعض الوقت. 2- تضع الزبدة على حافة مقلاة. بالطبع، ليس من الممكن منع جزيئات الحليب التي وصلت إلى نقطة الغليان من الارتفاع بسرعة مع القوة التي تتلقاها من القاعدة. وقف حبوب الحليب الجاهزة. ندعو الزبدة إلى المسرح للقيام بهذه المهمة. بعد وضع الحليب على حافة القدر، ندهنه بالزبدة وندعو الزبدة إلى المرحلة لمنع الفائض. لكن مرة أخرى، لا تنسى الحليب على الموقد وتتعامل مع وظيفة أخرى. 3- وضع مادة البوريسلين، الزجاج في الوعاء. بعد إضافة الحليب إلى القدر، ستساعدك إضافة كوب من البوريسلين أو كوب زجاجي مقاوم للحرارة أو أحجار مقاومة للحليب على منع الفائض بشكل غير مباشر. كيف؟ نتيجة التحميل العالي للطاقة لجزيئات الحليب بالحرارة العالية، هل سيبقى حجر البوريسلين غير مستجيب للرغبة في الارتفاع؟ سيبدو كما لو أنه يريد تقديم شكوى لك. ستوجهك النقرات التي تحدث إلى الموقد، وبالتالي تقضي على مخاطر التدفق الزائد.